فريق شبيب تسكيكدا حقق الأهم اليوم عندما استقبل شباب بتنا بملعب 20 أوت الهدف الوحيد في هذه المباراة، جاء في الدقيقة 29 من ضربة جزاء أعلنها الحكم إبراهيمي بعد لمسة يد أحد مدافعي شباب بتنا. اللاعب مختار هشام يتولى التنفيذ معطينا التفوق لأصحاب الأرض، وهو الهدف الذي أسعد أنصار الشبيب الذين كانوا أوفياء كالعادة. هدف لصفر كانت نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دخلها أبناء ديدي غوميز من أجل تأكيد وإضافة أهداف أخرى، وكاد بهلول أن يضيف الهدف الثاني هنا، ثم هدف البديل وكرته تصطدم بالقائمة الأيسر. محاولة الكاب الوحيدة في هذا اللقاء جاءت في الدقيقة 44 لكنها لم تحمل الجديد. ينتهي المباراة على نتيجة هدف يتيم وثلث نقاط من ذهب تبقي الشبيبة في الصدر.